فاكر رمضان كان الناس بتعلق زينه بتعلق زينه وبتحط ساعات مشوره ملونه. كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه. ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه. انت فكرتني بيه. دي كانت رهيبه دي لها معنى كبير طبعا. محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العماره. طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك. تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك. دي كانت جميله. دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثه يخشوا يقلبوها من شنطتها يقلبوها من دراعها وياخدوا منها اي حاجه. ممكن يهرسوها اصلا بس. من غير اي سبب ولا عملوا حاجه ولا خليوا من ولا خليوا من الحاجه. زمان البنت وهي مروحه كانت من اول ما بتخش المنطقه خلاص كانها دخلت البيت. دخلت البيت بالظبط. أمان. نصيت زمان ادتنا ازاي نملك لسان موزون بلا غصايع والضايع والجنتلمان كله صيان. قابلنا كل انماط جنس الانسان واتعاملنا فتبنى جوه الدماغ بوصله وميزان. في جزء الثانيه بنعرف نقيس مين جدع ومين جبان ومين بقلب مات واسود ومين قلبه بينبض حنان ومين تشوف وتقول ده هادي ولو نكشته تشوف جنان ومين غلبان ومين شيطان وجن وقرد وبهلوان. حتى الشقاوة عالناصية كان ليها اصول. الخناق راجل لراجل مش راجل قصاد اسطول. كانت وسمة عار كبيرة انك تضرب واحد من الظهر. حصل هيحصلك عارك ويوصلك للقبر. ما كانش العادي ان القوي بيكسر الاضعف منه. تحس الكل كان مؤمن ان القوي في الاقوى منه. من اول محترم شقي حتى المجرم كمان. الكلام ده شفته بعيني في وقفة نصيت زمان. كنا عزوة للحدة الناس وقفتنا تحبها. ياما وقفت دلوقتي الناس تتمنى هدها. الفاظ شمال بصوت عالي وحشيشها فايح منها. ازاي ولاد الحتة يبقوا هما مصدر همها. قولي النصية اتعلمنا فيها كتير لغات. السغلمون كانت لغة بنرغي بيها لساعات. لو في غريب ما بيننا ومش عاوزين يفهم معنى الحاجات ساسب حواجب سيبها يتنيل زاجة حالات. وفيه كمان لغة جسد سبيل المثال. دي العيدية ودي الجيزة فوق الكوبري ودي الطربية ودي التلات طوابق اللي ناسها مية مية. وده الهرم ودي نفض ودي صبرك عليا. وقفة النصية كانت زي النادي تمام. اتعلمنا فيها هواية كانت كلابة وكان حمام. وقت الرغي في الهواية ما بيخلطش في الكلام. مفيش فلوس عادي برضو ما بتموتش الأحلام. عملنا بإيدينا ملعب غية وطبلية وجيم. الحاجة أم الاختراع اسعى توكل تجيم. ما كانش فيه آيباد تابلت واتساب فيسبوك وكلين لي يومي. يومي كله كان خبرات بشر من الفجر لحد نومي. مش معزول ومنطوي قدام شاشات وبالساعات. لا وسط ناس ومجتمع بشارك فيه بكتير حاجات. يا محلينا عالناصية كتير مشاكل وحوارات. أخد الحق حرفة تبات والعب تصبح رماد. على وضعك يا عم نيكي.